بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين بعبعين كذلك وأورثناها قوم آخرين. اليد ستنزع منكم وتنزعون منها وتلقون مصيركم المحتوم، لأن الله لا يظلم أحدا. أنتم حبيتوا أن تكونوا من أهل الدنيا أخذتوا نصيبكم، وهذه بداية ونهايتكم هي نقيض هذه البداية. تمتع وشهرة وغرور وتعاظم وتأتون جميع الشرور. إذا كان الأمم الغابرة كان عندها شر واحد، لواط ولا قطاع الطرق ولا حاجة، أنتم كرب وعجم جمعتوا كل الشرور اليوم. هذا ما حد شيء مش منسوب إليكم. سعبوا سرقة أنتم، شرك أنت، لواط أنت، دعارة أنت، ما لا سلب ونهب أنت. أيش تحبوا؟ هذا حقيقة. إذا كان عندكم ما تدافعون به وتبرر صحتكم، هاتوا، حنا هنا ننتظر، ولكن ننتظر كما أناتون غدو. والسلام على مولانا العظيم.